المناخ التربوي والنفسي قبيل الامتحانات بات من اهتمامات مدارس وادي عتبة وضمن الخطط التعليمية المعمول بها لأجل الخروج بنتائج جيدة للطلاب. مدرسة تساوى للتعليم الأساسي الشق الثاني الواقعة في نطاق بلدية وادي عتبة أقامت يوما مفتوحا استعدادا للامتحانات النهائية في إطار التهيئة الذهنية والجسدية والفكرية لطالباتها. نعتبر اللي هو في نهاية الفصل الدراسي الأول، الآن مستعدين لعملية اللي هو الامتحانات والتقييم في المرحلة اللي فاتت اللي هي الفصل الأول. الآن المدرسين على قدم وساق في إجراء عملية اللي هو رصد الدرجات الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى اللي هو الأسئلة وطباعتها، حتى نبدأ اللي هو الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في امتحان اللي هو الفصل الدراسي الأول. يوم كان حافلا بأنشطة تربوية ومعلوماتية استهل بفقرات إذاعية متنوعة، تناولت تلاوة لآيات قرآنية وحديث نبوية وكلمات افتتاحية صباحية محفزة لأعضاء هيئة التدريس. قسمت أركان اليوم المفتوح إلى عدة برامج متنوعة تمثلت في مسابقة للجري وألعاب الكرة الصغيرة ولعبة الأكياس، إضافة إلى المسابقات الثقافية. اليوم في نشاط مدرسي في المدرسة الإعدادية، ونشكر معلمينا والمعلمات وأخوان الطلبة الذين شاركوا في هذه المسابقة، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. مع كل سنة إن شاء الله راح تشوفوا سنوات رياضية جديدة. يوم لاقى قبولا من الطالبات اللواتي عبرن عن امتنانهن لإدارة المدرسة على سلك هذه الأنشطة التربوية والترفيهية كداعم نفسي يرفع من كفاءتهن وتحسين تحصيلهم العلمي. نحب نشكر معلمين ومعلمات على هذه المسابقات الجميلة، وإن شاء الله دوم تكون فرحة في هذه المدرسة. نحب نشكر المعلمين والمعلمات على هذا النشاط اللي قاموا به، وإن شاء الله بالتوفيق. برامج دأبت إدارة المدرسة على إقامتها من كل عام تأمل من خلالها في خلق أجواء يظللها الارتياح بعيدا عن تشنج الامتحانات واضطراباتها، بما ينعكس إيجابا على الأوضاع النفسية للطالبات.